أهلا بكم أعزائي المشاهدين وبرنامج رؤى، النافذة التي نطل من خلالها على عالم الفكر والثقافة. ولأننا في هذه الأيام نعيش نسائم ثورة التحرير المجيدة في شهر نوفمبر المبارك، اخترنا موضوع قيم الثورة التحريرية وواقعنا اليوم. ما هي القيم الحضارية التي أنجزتها الثورة التحريرية؟ ماذا بقي من هذه القيم في واقعنا اليوم؟ وكيف يمكننا أن نستعيد بريق هذه القيم في واقعنا؟ سيكون النقاش مع أساتذتي وضيوفي الكرام. معنا الأستاذ محمد دباح، وهو أستاذ يعني كاتب في الثورة ومجاهد، وهو عاش الثورة إذ التحق بالثورة في إضراب 19 ماي 1956، ولقد كتب عدة كتب حول الثورة وسنقدمها في آخر الحصة. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا، شكرا. معنا الأستاذ سفيان لصيف، وهو أستاذ مؤرخ وأستاذ من جامعة بجاية. أهلا وسهلا بك. وسطيف، هو من بجاية لكن يدرس في سطيف. أهلا وسهلا بك أستاذ. ومعنا الأستاذ بليل طاع عبد الحكيم، وهو أستاذ في الفلسفة. أهلا وسهلا بك أستاذ، وأهلا بالجميع وبالمشاهدين في برنامج رؤى. قبل أن نبدأ النقاش، معنا هذه الورقة أو الروبورتاج من إمضاء إيمان العوفي، ثم نعود إليكم أعزائي المشاهدين. احتضن الشعب الجزائري ثورة نوفمبر بكل عزم وثبات، فاستطاع بإرادته القوية استرجاع سيادته المسلوبة. ارتبط نجاح ثورة التحرير الوطنية بسيرها على مبادئ وأهداف، فأنتجت قيما أخلاقية وإنسانية كالانتماء إلى الأرض، المساواة والتآخي، التسامح ونكران الذات بين أفراد الجيش والمجتمع الذي التف حوله. الجانب القيمي ليس بجديد علينا، وإنما هو موجود في المجتمع الجزائري. القيم والأخلاق الفاضلة موجودة في المجتمع الجزائري منذ أقدم العصور، وكانت ثورة التحرير المباركة إنما جاءت لتجسد كل هذه القيم، لأننا كنا في وضعية جعلتنا نتضامن فيما بيننا، نتحاب فيما بيننا، نتكاتف فيما بيننا من أجل قضية واحدة وهي تحرير الجزائر. كما عملت الثورة على ترسيخ وتكريس هذه المبادئ وهذه القيم لدى المجتمع الجزائري من خلال نشر المحبة، التضامن والحوار الحضاري. ما يدرسه المتعلم داخل القسم يجب أن يظهر في سلوكاته، يجب أن يظهر في مواقفه، يجب أن يظهر في معاملته مع الغير، يجب أن يكون محترما للغير، يجب أن يتقبل الغير، يجب أن يتسامح مع الغير، يجب أن يتضامن مع الغير. ولكن حتى يكون ذلك فوضعناه في وضعيات تعلمية داخل القسم تكون على شكل محاكاة، بحيث أن تلك الوضعية تكون شبيهة بما هو موجود في الواقع. عندما يخرج من المدرسة يحمل تلك السلوكات لكي يبثها في المجتمع، ومن ثم يكون عنصر ومواطن فعلا صالح وإيجابي داخل المجتمع، لأننا نريد أن نكون مواطنا يؤثر في المجتمع إيجابيا ولا ينصهر في المجتمع بسلبياته. 56 سنة بعد الاستقلال، هل حافظ المجتمع الجزائري على تلك القيم التي ورثها من ثورته المجيدة؟ وماذا بقي منها في واقعنا اليوم؟ أهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامج رؤى وموضوع قيم الثورة التحريرية الحضارية. أهلا وسهلا بالأساتذة مرة أخرى، ونبدأ بالحوار وبالنقاش. الموضوع عندما نتحدث عن القيم التي أنتجتها الثورة الجزائرية، نحن نتحدث عن قيم كانت موجودة كرستها الثورة الجزائرية، وهي القيم التي كانت تجمع المجتمع الجزائري والشعب الجزائري. ثم هذه
الثورة لم تكتفي بذلك، لكن أنتجت قيما أخرى. هذه القيم التي ليس فقط اعترف بها يعني المجتمع، لكن كذلك كل من جاء من الخارج اعترف بأن هذه القيم بلغت من يعني من الروعة، بلغت من الإنسانية، حد أصبح من ضمن القيم التي أنتجت هذه الثورة وكذلك أنتجت الاستقلال. أستاذ، بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الأرضية التالثة اللي طرقت لهذا الموضوع تاع قيام الثورة وانعكاسات على اليوم يومنا هذا. هو اللي ما خليناش المنظومة التربوية تربي ولادنا يكونوا فخورين بجزائريتهم، على خاطر في بلدان أخرى يقول لك أنا فخور باللي أنا جاء عندي هذه جنسية، لكن احنا يخليوا الشبان تاعنا يتكلفوا اكثر شيء بالسياسه اكثر من الروح الوطنيه. هذيك الروح الوطنيه اللي كانت عندنا من قبل اللي خلاتنا خرجنا المدمر الفرنسي بعد 130 سنه تفقدت مش من المنظومه التربويه اللي ما خلاش اولادنا اللي هما التاريخ تاعهم ما عطاتهمش التاريخ كله. على خاطر استاذ فقط اريد ان استوقفك، انت عشت الثوره، التحقت في 1956، اذا انت كنت من ضمن الناس الذين عاشوا على هذه القيم، وكذلك من الناس الذين ربما روجوا لهذه القيم، قيم التسامح، قيم الاخاء والموده في صفوف. كيف كنتم تعيشون تلك الحاله؟ هي القيم كانت الحب الوطن، حب الوطن لما نشوفوا المدمر يعني ما عطيناش حقوقنا احنا كجزائريين في ارضنا، كان حب الوطن قال هذه ارضي وانا جزائري، هذه كلي تخليك ترسخ لك هذيك الحب تاع الوطن، في هذاك الوقت هذاك يخليك تضحي لحب الوطن وتخرج هذاك المدمر اللي هو قعد يعني دمر لك بلادك ونحالك حقوق ومش مساواه مع الاخرين اللي هما هنا اللي كانوا عايشين هنا. فهذيك كنا فخورين مهما كان مستعمرين، فخورين باللي رانا جزائريين. هذيك تاع راني فخور جزائري ما بقاتش اليوم. علاش؟ المنظومه التربويه اللي ما عطاتش. نعم، لازم لا هو اللي يعني باش نكونوا في. شكرا استاذ. استاذ لصيف، عندما نتحدث عن يعني القيم، هذه يعني نتحدث عن القيم هو شيء مجرد، لكن القيم هي افعال نقوم بها، والثوره استطاعت ان تلم شمل الجزائريين عبر ترابها الكبير الواسع، وانتجت قيما. هذه القيم اصبحت كذلك مضرب مثال في ليس فقط في الجزائر لكن في العالم. فهذه القيم المبنية على الإخاء، على المحبة، على المودة، على الشجاعة، على نكران الذات، كل هذه القيم التي أنتجتها كيف تجلت في أثناء الثورة، ثم كيف يعني استطاع الجزائري أن يلبس هذه القيم؟ شكرا جزيلا. الحقيقة أن الثورة الجزائرية أنتجت قيما منذ أول رصاصة اندلعت فيها. لعل قبل اندلاع الثورة بأيام كتب بيان أول نوفمبر، يحتوي بيان أول نوفمبر على قيم عظيمة. لما نقرأ بيان أول نوفمبر نقرأه في سطوره وما بين سطوره. بيان أول نوفمبر أشار إلى قيم إنسانية عالمية. لعل أول قيمة إنسانية جسدها هذا البيان هو الدعوة إلى عدم إراقة الدماء. نعم. يضع الفرنسيين أمام اختيار، غادروا الجزائر دون أن نسيل الدماء من جانبكم أو من جانبنا، هذا حفظا. نعم. للكرامة الإنسانية. فبيان أول نوفمبر يتحدث عن قيمة التحرر، وهي أسمى قيمة يعيشها الإنسان، هو يتخلص من الظلم ومن العبودية ومن نظام الخماسة ومن نظام الجبروت الاستعماري الذي مكث على ظهور الجزائريين منذ أزيد من قرن. فعلى مستوى النصوص الثورية، بيان أول نوفمبر، ميثاق الصمام وغيرها من النصوص الثورة الجزائرية نلمس فيها قيم. حتى في ميثاق الصمام يوجه رسالة أن الثورة الجزائرية ليست
ثورة عرقية أو ثورة مذهبية أو دينية، يوجه رسالة حتى إلى يهود الجزائر كي ينضموا إلى هذه الثورة، وهو بالفعل ما ترك هذه الثورة تكون لها قيمة خاصة، أنه يؤيدها مسيحي، يؤيدها يهودي، يؤيدها ماركسي لا ديني. فقيمة التحرر جعلت من الثورة الجزائرية ذات أبعاد إنسانية عالمية، وغيرها من النصوص. نعم. الثورة الجزائرية التي أنتجتها من خلال مراسلات ما بين قيادات الثورة في الداخل والخارج، من خلال حتى أبسط مراسلات ما بين مسبلين وفدائيين. نعم. وقياداتهم على المستوى الميداني وعلى مستوى أرض أو في أرض الميدان، الثورة الجزائرية جسدت سلوكات وقيم إنسانية، قيم الشجاعة، قيم الإخلاص، قيم نكران الذات. فقيمة التضحية التي جسدها الإنسان الجزائري خلال الثورة الجزائرية، أن الإنسان يضحي بأسمى شيء في نفسه ويضحي بحياته، يضحي بحياته من أجل هذا الوطن، من هذه الوطن. قيمة تلك العجوز المسنة اللي تعيش في بيتها لوحدها، تربي دجاجات كي تدفع اشتراكات للثورة الجزائرية. يعني الثورة أنها يعني جعلت أن الجزائريين يلتفون حولها، ثم من بين القيم التي يعني أنتجتها هذا يعني التضامن، هذا التلافت ما بين الجزائريين. أستاذ، نعم، الثورة الجزائرية كما أشرت وحدت الشمل وصفوف الجزائريين، هي لم تكن خاصة حتى بفئة عمرية. نعم. احنا اليوم في الجزائر، هذا اليوم بالذات يوم 8 أكتوبر، نحتفي باستشهاد أبطال معركة الجزائر، أحد فتيان الثورة 12 سنة أو 13 سنة، لبتي عمر، هذا عمر الصغير، هو لا يزال في سن الطفولة قدم نفسه فداء للثورة الجزائرية. قلت لك عجوز 80 سنة من عمرها أبت وأصرت إلا أنها تدفع اشتراك للثورة الجزائرية، تربي دجاجات، تبيع البيض. نعم. وتسدد مبلغ للثورة، يرفضوا، تقول لهم أن هذا ما أقصى ما أستطيع أنها تقدمه. قيمة الثورة الجزائرية في ذاك النبل من أحد قادة النواحي في الولاية الثالثة، يرفض أن يتناول الوجبة عشاء أو غداء إلا إذا تناولها جنوده ومجاهديه، يقول أنا لما يشبع هؤلاء أنا أشبع. وبالتالي الثورة الجزائرية جسدت قيم التكافل. نعم. والتآزر، وهذا سر نجاحها. نعم. شكرا أستاذ بليلطة. أستاذ صوفيان تحدث عن هذه القيم الكريمة، هذه القيم الراقية التي كانت مجسدة على أرض الواقع في أثناء الثورة، لكن إذا عدنا إلى الوراء، أن ربما الثورة الجزائرية يعني أكملت أو كرست قيما كانت موجودة في واقعنا، عندما نأخذ الثورات الشعبية في الجزائر، حتى عندما نأخذ تاريخ الجزائر يعني العريض الطويل، نجد بأن القيم الحضارية موجودة عبر تاريخها، وخاصة قيمة التضحية، قيمة بذل الذات من أجل الأرض، وهذا يدل على ارتباط الجزائري بأرضه منذ القدم. فقط الثورة الجزائرية تتويج لكل هذه القيم عبر تاريخها. أستاذ، بداية ونحن نتحدث عن ثورة نوفمبر المباركة، ليس لي أولا إلا أن أنحني أمام كل الأرواح الطاهرة الزكية التي انطلقت أفواجا صرفات ووحدانا إلى ملكوت العلا من أجل أن ننعم نحن بهذه الحرية. أنحني أمام كل تضحية امرأة دفعت عرضها وشرفها، دفعت دموعها إلى كل من ضحى بدمائه، إلى كل قطرة دم طاهرة نزلت من أجل تحريرنا، إلى كل شجرة آوت مجاهدا، إلى كل كهف آوى مجاهدا، إلى كل بيت آوى ثلة من الجنود والشهداء الذين ضحوا من أجل ننعم بنسيم الحرية. التضحية في الجزائر أمر محتوم وقدر دائم،
كان دائما الجزائري يحمل روحه على أكفه ليقدمها عربانا من أجل حريته وكرامته. التضحية ليست نافلة بالنسبة للجزائري وليست إضافة، بل أنها جزء من كينونته. الثورات الشعبية كانت لا تكاد تنطفئ ثورة إلا وتندلع ثورة أخرى، وتاريخ النضال والاستشهاد عظيم، لكن ثورة نوفمبر المباركة كانت التتويج. وأين كانت عظمتها؟ كانت ذلك الخيط الرفيع الذي جمع كل الإرادات الفردية. وعندما نستطيع أن نجمع الإرادات الفردية ونتوجه بها إلى هدف نبيل، إلى هدف سام، وتتحد الإرادات وتتحد الأفكار وتتحد العزائم، ونحولها في لحظة ما ونشكلها إلى إرادة واحدة، ويصبح الجميع يتحدث على لسان رجل واحد. عظمة الثورة التحريرية انطلاقا من بيان أول نوفمبر الذي خاطب الجزائريين والجزائريات، خاطب من أجل تحقيق هدف سامي عظيم. حتى عندما نفكك هذا البيان على بساطته نجد أن أعظم ما فيه هو العمل. تكررت كلمة العمل أكثر من 7 مرات في بيان أول نوفمبر. هذا الخطاب توجه إلى روح الجزائري، استنهض أنفسا كانت قد يئست من أنها ستتمتع ذات يوم بنور الحرية، ولكن هذا الخطاب، هذا النداء، أيقظ هذه الأنفس الحائرة، أنفس النائمة، وبعثها من جديد، كأنه كان ذلك الترياق الذي اندلع في هذه الأنفس النائمة لكي يوقظها في لحظة من لحظات التاريخ. فكانت أول شرارة أول نوفمبر كانت بمثابة اللحظة التي نستطيع أن نقول عنها في تلك اللحظة كان هناك نوع من الصمود وصمت الثرثرة أمام جدية التاريخ. Le bavardage se tait devant les sérieux de l'histoire. في لحظة ما كانت اللحظة الفاصلة بين الموت والحياة، بين ما كان وبين ما هو كان وما وما سيكون. في لحظة كانت لحظة ميلاد الدولة الجزائرية الحديثة. عظمة هذا البيان وعظمة هذه الثورة في انطلاقتها أنها وحدت الرؤى، وحدت الإرادات، وليس من سبيل ولا يمكن أن نتصور أن مسألة توحيد الإرادات تكون بهذه السهولة، لأن هناك تضحيات عظيمة وهناك إرادات وهناك استراتيجيات. ولا ننسى هذه الاستراتيجيات والعبقريات لرجال كانوا في معظمهم شباب. لو أنني أخذ الذين فجروا هذه الثورة ودعوا إليها كانوا شبابا. وعندما نقول شبابا، الشباب بطبيعتهم تواقون، طموحون إلى مستقبل أفضل، إلى مستقبل أجمل. فهذا الشباب إنه دعوة إلى الحياة، حيثما كان الشباب كانت الحياة. وربما عفوا أستاذ ستوقفك فقط وقت، لأن الأستاذ عاش التجربة وكان من ضمن الشباب الذين التحقوا بالثورة في إضراب 19 ماي 1956، وربما قد ينقل لنا هذا الحماسة، هذا القيمة الإنسانية، كيف لشاب مقبل على الحياة يختار أن يفدي وطنه بروحه وأن يضحي بنفسه من أجل هذا الوطن. رغم أننا نعرف وسنتحدث بعد قليل عن شبابنا الآن، هل له هذه الرؤية أنه ممكن أن يضحي بالأشياء المادية، بالأشياء الصغيرة أمام كبر الوطن؟ أستاذ عفوا سأعود إليك. عفوا سيدتي، هو أنا ذاك لما نكون في سنة البكالوريوس، كي نقولوا يجي في شهر جوان، وسنة البكالوريوس في شهر جوان نكون بكالوريوس، ويجي يعني للنظام يجي يقول لك في ماي إضراب الطلبة، ما عندك ما دير البكالوريوس تاعك. ماي واش يفيدك لما تكون جتة؟ يعني واش يفيدك؟ نداء الوطن، وانت راك في خاليات، نداء الوطن اكثر، دونك التضحيه تاع الرغبه تاع الوطن. واكبر تضحيه ممكن ان يضحي بها شاب، ان مستقبله يضحي بمستقبله من اجل وطن. من اجل الوطن، الشاب يطلع للجبل ويضحي، ما على بالوش وين ماشي. ماشي ما على بالوش، على خاطر يقول في ذاك يا وطني، ويمشي ويلقى يعني قاده يعني هما يعني اللي نجموا يوجهوه ويكونوه باش يمشي معاهم، يعني ما يشدوه، يعني باش تشوف الشبان اللي طلعوا، الحماس اللي تاع الشبان اللي طلعت في انذاك. كاين بنات اولاد، يعني مش بنات اولاد، كانوا معنا بنات اولاد اللي طلعوا في الحماس هذاك، يقولوا في ذاك يا وطني.
يعني مهما كان على خاطر الجزائر ما ننساهاش باللي مرت بمراحل كثيره يعني نعم. الاساتذه مرت بمراحل كثيره من 1830 عندها معارك 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 حتى جا 54 هو يعني الفاصل جاء وجات في 56 لما طلعوا الشبان حتى الجيش الفرنسي لما شاف الشبان نعم. وشاف هذوك المتخفين طلعوا بدا يناور قال هذه ماهيش ثوره تاع غير افواهيه نعم. او تاع قطاعين طرق هم كل يعني الناس المتخفين راهم جاوا لها مالي هذاك الوقت اللي خداو برايهم قالوا هذه فهذاك الفدائي وطني هذاك اللي تجي انعكاس على البلاد انعكاس نعم. على الثوره هي تجيب الاستقلال الجزائر تقول لازم نجيب الاستقلال الجزائر ونكون فخور يعني نعم. ان هذاك الافتخار تاع البلاد اللي لازم هذا يترسخ في ولادنا نعم. هذاك الافتخار يقول راني فخور لما نشوفوا امريكاني مثلا باش عايش امريكان باش عايش اكثر منا عايشه بجوج حاجات نعم. فخورين ببلادهم ومؤمنين نعم. يقول لك قاد ويقول لك اي ام براود بورن ان امريكا يعني نعم. فيار فخور باللي ابن ولد احنا ما عندناش كيفاش ولادنا راحت منهم هذيك الحيويه كيفاش نعم. ولادنا راحت منهم هذيك الفخر باللي هو جزائري. سنتحدث عن الموضوع بعد قليل أستاذ، لكن الآن أريد أن نذهب إلى فاصل، وأردنا أن يكون هذا الفاصل هي أقوال وحكم لعظماء هذا الوطن وعظماء العالم. في كل يعني حصة سيكون هذه الأقوال، فمن ضمن هذه الأقوال: لا يمكن أن يكشف وجه الثورة إلا من رأى إنسانا جزائريا، ولا يمكن أن يعرف طبيعة الثورة إلا من تكلم أو دخل حوارا مع جزائري أو جزائرية. ماذا بقي من هذه القيم في واقعنا اليوم؟ ولقد بدأ أستاذ محمد دباح الحديث عن واقعنا اليوم وكيف يمكن أن نغرس أو كيف يمكن أن تتجلى هذه القيم في واقعنا، وقبل أن نصل إلى كيف تتجلى، ما هو واقع هذه القيم؟ هل لها وجود هذه القيم في واقعنا أم أنها بدأت تخبو يخبو بريقها أستاذ؟ لا، القيم ما بقاتش كما كنا احنا. القيم لخاطر قلنا المنظومة التربوية ما عطاتهاش حقها. لو الطفل الصغير تبقى ترسخ له في أودانه باللي هو جزائري ويفتخر باللي جزائري، في الجامعة لما يفتخر بالجزائري أنا نشوفه الشبان، فمن الابتدائي إلى الجامعة إلى كل ما عندوش، يقول كان ما عندوش هذيك الروح الوطنية اللي تعراني جزائري. هذه هي اللي هذا هو الصح، لازم يكون على باله باللي يكون جزائري. لما يكون جزائري ويفتخر بالجزائري يرفع كل التحديات. حنا الطالب او التلميذ يولي في السياسه، حنا يتسيس ما يبقاش يعني يتفكر في الوطن، يتبع لي في شيء اللي خاطي خلاص. لازم حب الوطن قبل ومن بعد يحب كي ينضج ويمشي حابين يشارك في سياسة ولا في شيء، لكن احنا من النهار الأول هو يتسيس، والديه يسيسوه، المدرسة تسيسوه، وين يمشي يتسيس، دونك هو ما يبقاش هذاك حب الوطن يروح له، ما يبقاش. احنا لازم بهذا هي المنظومة التربوية، الترسيخ فين؟ في المنظومة التربوية، في الجامعات، في كل مكان لازم يقول أنا جزائري ويكون فخور باللي جزائري. احنا نشوفوا الشبان اليوم. شفناهم غير في الفترة الأخيرة في اللي كي مشاو للسنتر كولتيرا فرنسي، باش شفت الأفواج المجموعة هذيك باش يمشيو، ها تبارك عطيني لا خاطر لا، ما عندوش ثقة، ما بقاتلوش ثقة هذيك الروح الوطنية، ما بقالوش يعني الواحد اللي يمثل يعني مثل يعني يعطي يعني يبين له باللي راه هو المثل تاعو، كما باباه لازم يكون يعني نموذج باباه يعني يماه، ما بقالوش هذاك المثل هذاك نموذج ما بقالوش يعني يشوف رجل سياسي، يشوف استاذ لازم يكون هذا هو الطفل الصغير يشوف في هذو لما يشوف هذوك ما فيهمش القيم تروح القيم تاعو تروح تنهار ينهار يقول كذا هو استاذي كذا هذا هو بابا كذا هذا هو يعني يخليه ينهار حتى ما يبقاش القيم هذوك ترمشي وما يبقاش جزائري. هذه هي اللي خصنا نرسخوا في ولادنا الجزائريه، ولازم يكون فخور. كاين جوج، انا امريكا اللي نشوف غير امريكا باش ما عندها شيء، عندها جوج حاجات، فخور يقول لك انا امريكي فخور، ويقول لك ربي قاعد عنده فخور باللي امريكي باش، وهما كلهم ماهوش اصل، في الاصل ما كاين والو، هما مجموعين من الاصل، ما عندهم لا تاريخ لا شيء. وحنا بالتاريخ تاعنا وبالثوره تاعنا 132 سنه
يعني شيء الشيء اللي عقبناه لازم نكون نقريه لاولادنا ونرسخوه في التلفزيون وفي الافلام. يعني شوف من لي زانفيماد عمليه الاختناق بالتدخين، من اللي الناس اللي لحقوهم في الابيار تاع الجير، من الناس اللي دفنوهم حيين لي زاموري، من الناس اللي هزوهم كلهم وبعتوهم لنوفل كالدوني اللي بعد، يعني هذا كله ما نكون غير نوعيهم. قال يا ودي شوف بلادك واش صرا فيها، نعم، باش جبنا الاستقلال ما جالاش هكذاك، حتى تخليه يحس بها. لكن نعم. احنا المنظومه التربويه خاطئه والجامعه ما عندهاش دورها، فهذو جوج حاجات خاطر المنظومه التربويه والجامعه والبيت. نعم نعم. استاذ ممكن تشاركه الراي بحيث ان هذه القيم لا نجدها الان في واقعنا، بحيث ان كما قال الاستاذ ان المنظومه التربويه والاسره والمجتمع المدني حتى انه لم يقم بدوره بترسيخ هذه القيم، وبالتالي فواقعنا اليوم واقع مادي، واقع مفرغ من الجانب الروحي، من جانب القيمه الحضاريه والقيمه الانسانيه التي من الممكن هي التي ليس فقط انها يعني تخرجنا من المأزق، وانما كذلك هي القيم التي تصنع لنا مستقبل، لان لا يوجد بلد يعني ليس فيه قيم ويصنع حضاره او يصنع وطن. استاذ، اولا لما نتحدث عن القيمه او القيم، القيمه هي كائن حي، نعم، تحتاج الى روافد، تحتاج الى ما يغذيها والى ما ينميها، نعم. إذا انقطع عنها الغذاء وإذا انقطع عنها الهواء فإن هذه القيمة تخبو. لما نتحدث عن قيم أول نوفمبر، لما نتحدث عن قيم الثورة التحريرية، الثورة التحريرية في جوهرها هو صدق ونبل المقصد والغاية، أن هناك غاية تتجاوز الإرادات الفردية، تتجاوز الطموح الشخصي، ولهذا أصبحنا نقدم أرواحنا من أجل هذه القضية السامية، لأننا أدركنا في أثناء الثورة التحريرية أن الشاب أدرك أنه لا يساوي شيئا أمام حرية وطنه، وبالتالي فإن كينونته وإن وجوده الفردي يفقد معناه ويتلاشى معنى هذا الوجود، لهذا هو قدم نفسه قربانا من أجل حياة هذا الوطن. لما أعطي مثال بسيط يفهمني الشباب إذا كان هناك شاب يسمعني، لما أرى الأستاذ، لما أرى اللاعب الشهير سي رشيد مخلوفي كلاعب كرة قدم ناجح أطال الله عمره، وكان في 58 في فرنسا، وكانت فرنسا متأهلة إلى كأس العالم في السويد، وكانت تصبو إلى حصول على كأس العالم، وكان رشيد مخلوفي اللاعب المحوري رقم 10 في الفريق. جرت مقابلة ودية بين روسيا، بين الاتحاد السوفيتي وفرنسا، وسجل رشيد مخلوفي 3 أهداف، وكتبت الصحافة رشيد مخلوفي طروا يرساس زيرو، هذا وكان لاعبا محترفا مثل ميسي الان، نعم، او مثل رونالدو، ولكن لان نداء الثوره ياتيه فيضحي بكل ذلك الشرف، نعم، ويضحي بتلك الشهره ويضحي بكاس العالم من اجل انه يتوجه الى الفريق الوطني ويفر من فرنسا ويلتحق بفريق جبهه التحرير الوطني، من اجل ماذا؟ نعم، وليس فقط الرياضيين الفنانين، أنا أعطيت يعني مثال فقط، نعم، مثال يعني حتى نعرف لما نضع المسألة الشخصية من جهة والمسألة الوطنية من جهة أي كفتين ترجح. لما كانت الغاية سامية وكان الكل فعلا يريد تحقيق هذه الغاية فإن الوجود الفردي يتلاشى، ولكن عندما هذه القيم لا تجد ما يغذيها وما ينميها تفرق. ما الذي يغذي هذه القيم؟ أول عنصر يغذي هذه القيم هو العدل. إذا انتشر في المجتمع العدل ووجد الشاب ووجد الطفل بأنه حيثما توجه يشعر بأنه داخل منظومة إدارية ثقافية علمية معرفية أساسها قيم الجمهورية القائمة على العدل، فإنه فعلا سيؤمن أكثر ويتشبث أكثر. أما إذا وجد بأن ثمة اختلالات وأنه لا يعيش فعلا هذا العدل الذي يجب أن يكون، وأنه يشعر بأنه يختلف عن الآخر لأن الآخر يمتلك أشياء هو لا يمتلكها، وأنه أمام القانون لا يجد نفسه بأنه متساوي أمام القانون، هذه الأشياء فضلا كما قال الأساتذة لما يتحدثون عن المنظومة التربوية، المنظومة التربوية عليها أن تكرس قيم، ولكن على هذا الطفل أيضا عندما يخرج إلى الخارج أن يجد هذه القيم قيم فعلية وليست قيم نظرية مجردة. عندما نتكلم نظريا ونجد الواقع يناقض ما نتكلم عنه في النظر، هذا التناقض يؤدي إلى تشويش في الكينونة، وعندما تتشوش الكينونة فإنها ثمة ضعف في الإيمان
وعندما يضعف إيماننا فإننا بدل أن نضحي من أجل الفكرة العامة سيصبح كل يفكر في مصلحته الشخصية، ويصبح الوجود الشخصي هو الهدف وليس الوجود العام. وعندما يصبح الوجود الشخصي هو الهدف فإن النتيجة الحتمية هي البوار، لأنه لا يمكنك أن تحقق طموحك الشخصي، لا يمكنك أن تحقق ذاتيتك إلا في إطار عام يخول لك ويسمح لك بأن تحقق هذه الأشياء. إذن عندما يتحقق العدل ويتحقق العمل ويتحقق العلم ويصبح المجتمع يسيره العلم والعمل النافع والعدل، هذه العاءات الثلاث تكون هي الركيزة، فإنه بالتأكيد أي قيم ستغرسها فإنها ستنمو. نقول ألماني يفتخر بألمانيته لأن هناك ما يشجعه على أن يفتخر بألمانيته، ونجد الأمريكي يفتخر بأمريكيته لأنه يجد ما يشجعه على أن يفتخر بأمريكيته. علينا أيضا إذا أردنا أن نفتخر أكثر فأكثر بجزائريتنا، ليست المسألة مسألة دعوة إلى وليست مسألة خطاب، ولكن هذا الخطاب بحاجة إلى تأكيد وتركيز وتكريس في أرض الواقع، فيصبح هذا الشاب عندما يخرج إلى الواقع يجد هذه القيم مجسدة، وصدقيني سيدفع نفسه وسيدفع نفسه قربانا من أجل أن يعيش هذا الوطن. شكرا أستاذ. أستاذ لوسيف، في نفس الإطار الأستاذ تحدث أن الشباب، تحدث ليس فقط عن الشباب لكن المجتمع بكامله، ربما عندما يعني تغيب يغيب التحفيز أو يغيب، فيدخل الإنسان في إحباط مما يفقده الثقة في قيمه، وربما واقعنا ربما نقول أنه أجبر مجتمعنا أنه يفقد الثقة في هذه القيم. لكن هل هذا مبرر كافي؟ أن لأن إذا أخذنا تاريخ الجزائر، إذا أخذنا الجزائريين قبل الثورة كانوا فقراء، كانوا معدمين، كانوا ينزحون تحت نير الاستعمار، وكانوا يعني يشكون الفاقة، ولكن رغم ذلك كان هناك أمل. هذا الأمل الذي كبر وأصبح حلم وتجسد في الواقع وأصبح ثورة، لكن هل نكتفي بأن نقول بأننا نعيش إحباط ونكتفي عند هذا، أم أننا نحاول أن نرى الوجه النير في تاريخنا، سواء تاريخ الثورة وتاريخنا الكبير، أشياء مضيئة نستطيع أن نسترشد بها ونمشي عليها، ثم وبهذا نستطيع أن ننتج كذلك نحن ثورة، ثورة التغيير، ثورة التقدم والعصرنة. أستاذ شكرا جزيلا. الواقع أنه النظرة إلى مسألة القيم والشباب في وقتنا الراهن يمكن أن ننظر لها من زاويتين، نظرة إيجابية ونظرة سوداوية. في بعض البوادر، في بعض الأمل، بالرغم مثل ما كان يتحدث الأخ المجاهد اللي كان يرى أنه من المفروض يكون هناك نوع من التواصل ما بين الجيل الذي صنع الثورة والجيل الجديد، وهذا ما فقدناه يعني أكيد، وهي مسألة مسألة التواصل، ومسألة أنه جيل الثورة يبلغ رسالته إلى جيل الاستقلال، وجيل الاستقلال يقتدي برسالة السلف. الواقع نحن يعني في الميدان، نحن في الميدان كأساتذة جامعيين، كباحثين، كناشطين في المجتمع أو في المجتمع المدني بصورة عامة، هناك بعض ما يمكن أن نقول على أنه شيء إيجابي في هذا الشباب، إذا وجد من يؤطره، إذا وجد من يأخذ بيده ويريه هذه القيم. بإمكان هناك بعض الجمعيات الثقافية، بعض النوادي، بعض الهيئات تسهر على تأطير هذا الشباب، سيما في مناسبات وطنية تتعلق بتواريخ وإحياء لهذه الذكريات الوطنية، أو حتى في سائر أيام السنة. لا يمكن مثلا نعمل استجواب على الطلبة في مدرسة أو في متوسطة أو في ثانوي أنه لا يعرف مثلا رموز وشخصيات الثورة، ولا يعرف معارك، ولا يعرف كذا، ولا يعرف تاريخ استقلال جزائري. لو تتحدث مع أمريكي وتقول له تاريخ استقلال الولايات المتحدة الأمريكية لا يعرفها بكل صراحة،
المجتمع الأمريكي خارج تاريخ أمريكا. هذه الحقيقة يعني، لو تجيب واحد جزائري وتسأله عن تاريخه يجيبك. هذا ليس كلامي ولكن كلام وسائل إعلام. يعني هناك ثقافة تاريخية لدى شبابنا، احنا نشوفهم في الجامعة، نشوفهم في مؤسساتنا، نشوفهم حتى في بعض، حتى بعض التقنيين، هناك في بعض الشعب العلمية تلقاه طبيب يطالع تاريخ، يقرأ تاريخ جزائري ويقرأ كتب أبو القاسم سعد الله ويقرأ كتب نصر الدين السعيدوني. في بعض المؤشرات. من جانب الآخر، جانب النظرة السوداوية، المجاهدون يرحلون، احنا يوميا نفقد العشرات من المجاهدين، هذه سنة الحياة، 56 سنة من الاستقلال، أكيد أنه الجيل هو غير جيل المجاهدين، وهذه سنة الحياة، معظم المجاهدين أصغرهم يقارب 80 سنة، هذه رسالة الحياة. فأمنيتنا أنه الشباب أنه يعمل بهذه القيم. إذا كان بالأمس هي قيمة الإخاء والتضامن من أجل الاستقلال، الآن هي قيمة أخرى، هي قيمة التنمية، هي قيمة الرقي، ولا تختلف مع قيمة التضحية في الثورة، لأنه ليست هناك قطيعة بينهما، وإنما مكملة لبعضها البعض. هذا بالأمس ضحى، وأنا من اليوم أحمل، هو ما يتمناه اليوم مني أنا كشاب عاش الاستقلال، لا أتمنى أن أضحي، التضحية وضحى. إذن ربما هنا مربط الفرس، بحيث أن الأستاذ وجيل المجاهدين وكل من قام بالثورة كانوا يؤمنون بفكرة، ثم أن هؤلاء عندما اجتمعوا على هدف، هو هدف سامي، وهو استقلال الثورة. ومن هنا لو لم يكونوا كذلك يعني تربوا أو أنتجوا قيما لكي الآخر يضع ثقته فيه، لأن المجتمع الجزائري وكل ما كان يحدث من تعتيم فرنسي كان ممكن أن المجتمع الجزائري لا يؤمن بهؤلاء، لكن هم هؤلاء عندما بدأوا الثورة لم يكن فقط ثورة سلاح، ولكن كذلك ثورة تغيير لمنظومة فكرية، تغيير لكثير من القيم، وكذلك يعني إنتاج قيم عظيمة وجديدة. أستاذ شوفي سيدتي، هو تضحية تعجيل تاعي، لما ضحينا باش نجيبوا الاستقلال، وكنا مؤمنين بالاستقلال، لكن لما استقلنا ما حبسناش، قال انتم شبان متكونين لازم تبنيوا الجزائر. زدنا كملنا المسيرة حتى نكون الجيل. نعم، وكتبت وأنتجتم كتب، وكثير من المجاهدين أنتجوا كتب، نكون الجيل من دارك، من البوليس، من الإدارات. صحيح. كونا الإدارة المحلية، كونا كلش، حلينا سفارات، مشيت السفارة في 63، حلينا سفارات، وكي تحل السفارة لازم يدير فيها كلش، يعني الشؤون الاجتماعية، الشؤون القنصلية، الشؤون الاقتصادية، يعني بدأنا بعد الاستقلال بدأنا من الصفر، يعني بدينا من الصفر، كنا مؤمنين بدون مقابل، ما كناش نخلصوا. نعم، قانون الوظيفة العمومي حتى 66، من 63 حلينا سفارات وبنينا وكلش حتى يتمنى هذا الجيل اللي جاي. نعم، بدون مجانا سيدي كان يعطونا باش ناكلوا. 66 عاد جا قانون الوظيفة العمومي، عاد رتب الامور حتى تكون دروك الشيء اللي تكون، الجيل اللي تكون، ما قلنالوش يعني تكون وطني برك. نعم، كون حب الجزائر برك. نعم، ما تكونش حاجة، كون. نعم، حب الجزائر، ما هوش، اسمح لي كلامك هو الكبير، موش يعني لازمك تشوف هذاك فلان واش دار، ما تسييش، احنا خلينا ولادنا كلهم من الصغير لكبير كل يدير سياسة. نعم، كل مشي حب الجزائر، لو نوجههم باش يحب الجزائر يكون وطني على الجزائر. نعم، أنا خليني من كلكم انتما، أنا الجزائر، أنا اللي يمس الجزائر. نعم، ندخل فيه. وقد أختلف معك في الرأي، قد أختلف معك في وجهة السياسية، لكن الجزائر فوق، لازم تكون في العمر. نعم، لازم تكون في الروح، تكون في الدم، هذا هو الشيء. مش قال هل لازم العدل ما كاين، اسمح لي سيد أستاذ، هو العدل ما كاينش وهذاك سرق وهذاك كذا، وأنا لا، أنا أشوف لي الجزائر، ما تمثليش الجزائر وما تزعزعنيش من حب الجزائر. نعم، لو كان بزاف من هادو يروح هذاك السرقة وتروح هذاك الشيء كاع اللي يروح، لكن كانت مجموعة كثيرة اللي تحب الجزائر. لو كان كل حاجة تفشل
الطالب يفشل. نعم. هذا كيفشل او شفت هذا كيف او شفت كيف ما كاينش على خاطر. نعم. في المدرسه ما كاينش اللي يرجع يقول له لا مش هذيك هي الطريقه هذه هي حب الجزائر. لو في المدرسه من اي علم حتى في الدكتوراه يقول له لا مش هاد. اليوم على بالك في امريكا باش تدخل الجامعه لازم عندك الطوفل. الطوفل واش هو تاريخ الامريكان. نعم. تاريخ امريكا ما فيها شيء نور سيد ما كاين حتى شيء طوفل مش الباك توك. حنا لازم يفرضوا عليهم يفرضوا عليه في الباك ويفرضوا عليه في الماجستير ويفرضوا عليه في الدكتوراه. لازم يعرف تاريخ الجزائر. نعم. لو ما عندوش شهاده التاريخ ما يسجل لا دكتوراه ولا ماجستير ولا الباك. نعم. يبدا ويخليه يخمم الا على الجزائر. لو يشوف على اليمين وعلى اليسار ما يبقاش الخلل هذاك. نعم. هو اللي ينجم يصلح لو كان الانسان وكانوا كثير منهم اللي يحبوا الجزائر هم اللي يصلحوا الاخرين. نعم. لخاطر هذا هو. نعم. هو ربما الاستاذ بليلطة عندما تحدث عن العدل وعندما تحدث عن ايجاد يعني تربه خصبه لانشاء الجيل على قيم، لان لا يمكن ان تؤمن بقيمه الا اذا كانت لديك قدوه من هذا المنظور. وبالتالي اعتقد بان جيلنا يعني جيل في واقعنا لا نقول بان لا يوجد هناك قيم، والا فنحن يعني قصرنا كثيرا في حقك وفي حقه وفي حق الكثير من الناس. لكن نتحدث عن القيم التي نريدها ان تكون اكثر يعني اكثر وجودا في حياتنا. انا اتذكر فقط في السبعينيات في الثمانينيات فعنا بدايتنا كان في المدرسه كان الاناشيد الوطنيه نرددها نحفظها. الان اي طفل يحفظ الاناشيد الوطنيه؟ كنا يعني نشاهد الافلام التاريخيه وكنا نستمتع وكنا نبكي حتى ورغم اننا لم نعش هذه الفتره. وبالتالي كيف يمكن ان نجعل من جسرا هذا الجسر نعبر منه الى تاريخنا الى تاريخ ثورتنا ويعبر تاريخ ثورتنا الينا كذلك بعظمته وشموخه. استاذ هو دائما هناك مشروع هناك مشروع فردي وهناك مشروع جماعي. عظمه الثوره التحريريه هو ان المشاريع الفرديه انخرطت جميعا في مشروع عظيم هو عظمه الثوره. هذه كان هو الاسمنت الذي وحد الارادات وانطلقت جميعا نحو هدف سامي. لما نجد القدرات التي يملكها الجزائري والقدرات التي تملكها فرنسا الاستثماريه بكل ما اتيت من قوه والحلف الاطلسي، انا اقول عن نوفمبر لغه شعبيه علمتنا كيفاش بالرجله والعزم الحلف الاطلسي ركع عمر الشاش. يعني كيف ان صاحب الشاش رغم فقدانه لابسط الوسائل يجعل الحلف الاطلسي يركع امامه. بماذا؟ لأن هناك وحدة الإرادات. نعم. ونبل المقصد. الآن نحن بحاجة إلى مشروع وطني. هذا المشروع الوطني يجد فيه الطفل نفسه ويجد الشاب نفسه ويجد البنت نفسها، الكل يجد نفسه في هذا المشروع. هذا المشروع الوطني عندما يقع اختلال في هذا المشروع الوطني، عندما يتراجع أو يضمحل هذا المشروع الوطني فإن أيضا العزائم تضمحل. مسألة طبيعية. حتى لما نتكلم عن الوطنية، الوطنية فعلا هي فكرة هي روح، ولكنها بحاجة إلى ما يسندها، وما يسندها هو المشروع الوطني الناجح. هذا المشروع الوطني الناجح الذي تتحرك له جميع العقول النيرة. نحن بحاجة في هذا الوطن إلى عقل ضخم، عقل عظيم. نعم. يفكر في الجزئيات قبل أن يفكر في الكليات. نعم. عندما نمتلك القدرة على أن نفكر في كل جزئية في هذا الوطن، أفكر في كل حبة رمل. نعم. هذه حبة الرمل التي يجب أن أموت من أجل أن تبقى. نعم. أقول له شعرا شعبيا، لو رملة نقول أسمع يا ولدي مليح واسمع المهم، لا ما نحفظها صونها ما تضيحهاش، احفظها من الطايره الزاغده والهيم. نعم. والريح البارد لازمو ما يقربهاش، لو رمله الرياح تقطعها الرسم ما تكونش راجل وما تقلبهاش. يعني عندما يصبح. نعم. هذا الشاب يحمل هذا الوطن فيه. هذا الوطن. ولكن عندما يحمل هذا الوطن يجب ايضا ان يحمله الوطن. نعم. يعني ان العلاقه علاقه جدليه، يعني كيف انني احمل الوطن في نفسي ويحملني في نفسي في ذات الوقت. نعم. الوطن عندما تصبح العلاقه بيني وبين وطني علاقه
التكامل، نعم. وعلاقة أنني أعيش من أجله، من أجله، وفي نفس الوقت أجد نفسي داخله، نعم. عندما تكتمل هذه الصورة نستطيع أن نقول اكتمل مشروع. فعلا تصبح الوطنية لها أقدام، نعم. تسير بها وأجنحة، نعم. تطير بها. ألا وأننا نبقي الوطنية مجرد كلمات ومجرد شعارات ومجرد مناسبات، فإن هذا لا يضمن لي استمرارية هذه الوطنية. على حد قول بأن هناك الكثير من الرجال الذين تأثروا بهذه الثورة، تأثروا بهذا بعطاء هذه الثورة، ومنهم الرجل العظيم نيلسون مانديلا الذي قال: الجزائر جعلتني رجلا. أنا قلت فيه شعر مانديلا في هذه نوفمبر، أقول لو نيتشه المهبول يرجع لك الفهم، يخلدك من قاطع زار زاخرة في زارداش ماديبا، أتعرفين بأن مانديلا هو ماديبا، ماديبا الأسير من روحك استلهم، علم التعنصير وانصر الأحباش، قهر التعنصير، قهر العنصرية وانصر الأحباش. عندما تكون قيمك نبيلة، نعم. وتجسدها في أرض الواقع، عدوك يقلدك ويتابعك قبل صديقك. شكرا، شكرا أستاذ على هذا الشعر، وهو شعر الأستاذ الشاعر، بالإضافة إلى ذلك، بالإضافة إلى أنه فيلسوف ورجل تاريخ، فما شاء الله أن هذا الجيل كذلك هو جيل الذي تعتمد عليه الجزائر لكي نستطيع أن نصنع هذا الوطن. لأننا عندما نتحدث عن القيم أستاذ لصيف، نحن نتحدث عن هذه القيم التي من خلالها نخلق المشروع الوطني الذي تحدث عنه الأستاذ بليلطة، وكذلك أننا نرقي من هذا الوطن الذي تاريخه كبير. أن هذا التاريخ، يعني الرجل مثل مانديلا يقول بأن الجزائر جعلت مني رجلا، وكثير من الآراء الكتاب، نزار قباني قبل قليل تحدثنا عنه، وبالتالي فنريد لهذه الصورة، لهذه الصورة الجميلة، لهذه الصورة المشرقة للجزائر أن تعود، ولا يمكن أن تعود إلا إذا تضافرت الجهود، وكذلك يعني قدمنا للجزائر قبل أن نقدم لأنفسنا. نتحدث الآن، أكيد أن واقعنا هو واقع مادي، واقع الإنسان يجري وراء المصالح، يجري وراء الأشياء الشخصية، لكن الأشياء الزائلة نحن نريد أن نجري وراء الأشياء يعني الخالدة، وليس لا يوجد أكثر من خلود وطن. أستاذ شكرا. أحد الساسة الفرنسيين المعاصرين، يعني عنده حوالي سنتين أو ثلاث، قال أن مسألة الذاكرة بين الجزائر وفرنسا تنتهي برحيل الجيل الذي صنع الثورة. هل يعني برحيل هذا الجيل أنه شباب اليوم، شباب 2020 و2030 و2040 هو غير جيل الستينات وجيل الخمسينات، يعني راح يصبح ما قبله بقرن؟ هل يعني الجزائري هذا الشاب، هذا اللي يعيش العولمة ويعيش عيش الانترنت ويعيش الفيسبوك وله أصدقاء في الفيسبوك من اليابان ومن أمريكا ومن السويد ومن النرويج، هل يسمح في جذوره وفي أعماقه وفي ثقافته وفي تاريخه، بغض النظر على التحديات التي والمصاعب التي يعيشها يوميا؟ الحياة اليومية بأتعابها هذه يعيشها كل إنسان في العالم بأسره، ليس الجزائري فقط، حتى في أوروبا الإنسان يعمل 18 ساعة و20 ساعة، هذه ليس في الجزائر فقط. الأهم من الوضع الاقتصادي المنهار أو الضعيف، هو أهم شيء وأخطر منه، هو أن العالم اليوم أصبح قرية، أصبح قرية، يعني بإمكان الإنسان يشوف في نفسه رموز عالمية، يشوف أمامه شي غيفارا، يشوف أمامه هتلر، يشوف موسوليني، مثلما الآخرون رأوا في الجزائر رمز، يعني مثلما نؤثر نتأثر كذلك. المسألة هي مسألة التأثر، الثورة الجزائرية في تأثيرها العالمي والإنساني، من نيلسون مانديلا إلى نزار قباني إلى حتى هذا الجندي اللي معروف، هو جاي من الأرجنتين، اسمه محمود الأرجنتين المجاهدين، جاي من الأرجنتين، جاي من أقصى أمريكا الجنوبية، نعم. ويصبح مقاتل في صفوف الثورة الجزائرية. الثورة الجزائرية ألهبت شعوب العالم وتأثروا بها، هي مدرسة،
الثورة الجزائرية هي 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 مدرسة في الفكر الإنساني التحرري، هذا لا يمكن أن يتجاوزه حتى الفرنسيين أنفسهم، حتى الفرنسيون أنفسهم يعترفون ويقرون بذلك من أنها كانت أحداث أو كانت وقائع إلى أحداث إلى حرب إلى ثورة. كيف يتغير المنظور الذهني الفرنسي اليوم؟ الفرنسيين المؤرخين الفرنسيين المتحررين من اليمين الفرنسي المتطرف يكتبون عن الثورة الجزائرية بأقلام علمية ذاتية علمية موضوعية، يعني بكل نزاهة، يعني تحروا من الفكر الاستعماري اللي يسيطر حتى على القلم اللي يكتب عليه أو اللي يكتب به الإنسان. مسألة الشباب، كيف نخليه الشاب يحمل يد المجاهد ويعمل به ويمشي بفكره؟ هذا كما أشار عليه الأستاذ بليطية هي مسألة الفعل. كيف نجسد قيمة الفعل، ليس قيم الفكرية والنظرية، حتى الفعل في هذا في الميدان إلا وله قيمته. أتجرد أنا من قيمي الذاتية وأنكر ذاتي، أنكر ذاتي حتى ولو كنت عمل بسيط، كاين مصلحة عامة، مصلحة مجتمع، مصلحة بيئة اجتماعية، مصلحة مجتمع، مصلحة وطن. فهذا ننام جميعنا نذوب في كيان واحد هو اسمه هذا الوطن اللي اسمه احنا الجزائر. وبالتالي ان اعتقد باش نختم فقط ان هذا الشاب أكيد أنه مش راح ينسى هذا الفرنسي اللي يقول على أنه كي راح هو يسلم له هذه الجزائر من في طبق جاهز. أعتقد أن هذا أمر يعني مستحيل. أكيد أستاذ محمد دباحة، عندما نتكلم عن كيف يمكن أن نستعيد هذه القيم في واقعنا والأساتذة الكرام كل واحد أدلى برأيه، عندما نتحدث كذلك عن هذا الجيل، ولا بد أن يعني أننا نكون قساة على هذا الجيل، على واقعنا، لأن هناك واقع، هناك كذلك تأثيرات تأتيه من كل يعني من كل صوب، هذه التأثيرات التي تحاول أن تنتزع حتى الهوية تشتغل الآن، يعني الآخر يشتغل على حرب الهويات، وبالتالي لا يمكن أن تحتفظ بهويتك إذا لم تكن متسلح بقيم يعني متشرب من تاريخك ومن قيم تاريخك، سواء تاريخ الثورة أو تاريخ الجزائر بكل مراحله. وبالتالي أنت تحدثت عن مسألة مهمة، وهي كيف يمكن أن نجعل من المدرسة والأسرة كذلك أن نجعل هذا التربة يعني النقية الطاهرة التي يعني تكبر فيها هذه القيم، نعلمها لأطفالنا ثم تتجسد هذه يعني هذه القيم في شبابنا. أستاذ، هو اليوم الواقع المجتمع كمجتمع، ما نبقاوش غير للشاب، المجتمع كمجتمع كما ينجرش، لازم تقول له لازم يكون عنده الروح الوطنية. بلا ما ينتظر شيء. الشيء اللي يخلينا في الشبان تاعنا ينتظروا حتى يولي ساكشحك بالحيط ويقول الدولة ما عطتنا والو. تلقاهم كاع كلهم ما عطونا والو. مش كلهم. على خاطر تلقاه ما عطونا والو. على خاطر لازم نخليه ما ينتظر شيء إلا حب الوطن. إلا حب الوطن. حتى يدركوا تبقى تخليه في السياسة. ما كاينش العدل. هذاك سرق وما داروش، هذاك دار كذا، خلاص يدبدب ما يبقاش. إذا كان في البيت يتكلمون على الشيء هذا وفي المدرسة تمشي والأستاذ تاني داخل ما ينجمش. هي حقيقة لو نصلحوا المجتمع بعد الأسرة هذه نصلحوها، من بعد عاد تنجم تصلح المجتمع الكبير. يعني أنت أردت أستاذ بالعدل وهذاك. نعم تفضل الأستاذ. عاد نجموا نصلحوا المجتمع الكبير بالعدل وكل شيء، لكن المجتمع الصغير تاعنا احنا اللي هي اسرتنا هذه، الاسره تاعي والاسره تاع، نصلحوها قال يا ولدي ما تنتظر شيء، خلي الامور تمشي، لا كي تكون تصالح صلح.
لازم تكون تصالح باش تصلح. انت اردت ان تقول استاذ بان الجزائر وحب الجزائر شيء، ثم بعد ذلك تاتي الحياه الاجتماعيه، ياتي يعني الشيء اللي راني نشوفوه على خط الترويج هذا، والشي تويتر والفيسبوك، ولما نخرج للشارع القناه يعني شيء تروج. لكن لما نلقى في المدرسه محصن ونلقى في البيت نحصر، يرجعني للطريق، قال لي ودي راك وين راك رايح؟ تخليه يحب الجزائر. لما يكون الحب، كيفاش حنا انا شاب راني في سنه الباكالوريا ونطلع نموت، علاه؟ واش ندير لي انا؟ ما نموتش، ما نروحش، ما نسحقش الجزائر. واش هو حب الجزائر؟ نعم. ما انتظر شيء. لكن راح يعطيوني رتبه، ما انتظر راح نولي، رايح نموت، راح الشهاده، حبيت نال الشهاده. نعم. انا شاب قريت ورايح نال الشهاده، ما انتظر شيء. هذيك اللي تخلي الحب الوطن. نعم. هذيك اللي نشوفونا في الدول العظمى يحبوا بلادهم. نعم. مهما كان كلش، كاين يعني السرقه، كاين الخطفه، الامريكان، مهما كان العدل وكلش، كاين السرقه، كاين الخطفه، كاين القتيل، كاين كلش. نعم. لكن الوطن ما تمسوش. نعم. حب الوطن يقول لك انا الوطن. لا، وحتى في ثقافتهم، وحتى في ثقافتهم في كتبهم، فهم يروجون لفكرة الإنسان الأفلام. شوف 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 الأمريكي الإنسان المتفوق يعني. أفلام تاعهم هذا في تيرو، هما راحوا هاجموا في فيت كونغ ويحسبوه باللي مجاهد كبير، احنا المجاهد تاعنا خلينا من المجاهدين. بس شوف يعني شوف الترويج كيفاش. نعم. الأفلام تاعهم كلهم يروجوا بامريكا، امريكا العظمى، يمشيوا يهاجموا الناس في بلدانهم. نعم. ويقتلوا الناس، يدمروا الناس، وهذاك اللي قتل يرجع يولي فيتيرا، يولي ما تمسوش، هذاك اللي فيتيرا ما تمسوش، خاطر عاطينه هذيك القيمه. نعم. في بلاصتو، في يكون يكون في الحافله عنده بلاصتو، فين يكون احنا المجاهدين تاعنا خلينا من هذا. حتى الشباب. نعم. اليوم حتى الشباب اليوم نشوف فيه يضحي من اجل هذا الوطن، فيه الى يومنا هذا. ربما هذا واش حبيت نقول، ان في لحظات حرجه من الجزائر تجد هذه القيمه تظهر، لان موجوده مغروسه في ذات الجزائريه. حتى في يومنا هذا في شباب يموتون من اجل هذا الوطن، مش شرط اللي يحارب فرنسا، في شباب اليوم اللي راه بعيد علينا يحرسون هذا الوطن على 2000 كيلو. نعم. راه في الحدود تاع مالي، في حدود النيجر، وفي حدود موريتانيا، وفي حدود ليبيا. سبحان الله. نعم. في شباب يعني سبحان الله، احنا لما عندنا شباب اللي كان يحرس قاعده تيغن تورينج، شباب في عمرهم 20 سنه 22 سنه من شباب الخدمه الوطنيه، انه يضحي نفسه من اجل فداء هذا الوطن، وانه يقاوم الارهاب من اجل سلامتي انا وسلامتي. الشباب يضحي الى يومنا هذا. نعم. الشباب يموت، شباب في الخدمه الوطنيه، شباب في الجيش الوطني الشعبي، شباب في الشرطه، في الدرك، في الحمايه المدنيه. الشاب تلقاه حتى في عمره 20 سنه ولا 30 سنه. نعم. تجده طيار يعني. نعم. الشباب الى يومنا هذا يضحي يعني. اذا فقط نحتاج الى استاذ الى المشروع الذي تحدث عنه عبد الحكيم بليلطة، ان هذا المشروع الذي اسمه الجزائر، واللي من اجله ان يعني تتضافر الجهود، ان تتحد الجهود، وتتجلى قيم نوفمبر فينا، لأننا لابد أن نكون خير خلف لخير سلف، لأننا لدينا التاريخ، لدينا القيم، لدينا الجانب يعني الحضاري والعريق في تاريخنا، وبالتالي لا نحتاج إلا إلى بناء هذا المشروع، كل في مكانه، الأستاذ والطالب والطبيب والجيش، وكل يعني تكون الجزائر فوق الجميع. أستاذ، فقط قبل أن نختم، فقط أريد أن أقدم كتب الأستاذ محمد دباح، وهذه تجربة شخصية، يعني تجربة هو يحكي عن تجارب عاشها، وبالتالي يعني لابد أن نطلع على هذه التجارب التي عاشها هؤلاء لكي نستطيع أن نبني وننتج قيما جديدة. نحن مطالبون كذلك بأن ننتج قيما. إذا كتاب لمالغ، وهذا الكتاب فهو في 1915 صدر، وتحدث عن المالغ، ونعرف بأن المالغ هم كل ما يخص يعني شريان كل ما يخص الاتصالات، كل ما يخص شريان ثورة وشريان أي دولة، جهاز كل مخابرات في الثورة. نعم. يعني باش تشوف الثورة عظيمة. نعم. ثورة عظيمة
احنا كنا في الثوره ولقينا قياده حكيمه اللي كونتنا في الجهاز الاسلكي في المخابرات وكلش حتى ولينا يعني ند للند. نعم مع هذا يعني هذه القوه العظمه اللي هي في كثيره كنا ند للند لها بالمخابرات تاعنا وكلش لقينا يعني قياده اللي كونتنا. نعم. في هذوك الكتب هما يظهروا باللي ها واش كانت الثوره واش فيها. نعم. واعجبني عنوان هذا الكتاب كنا نلقب بشبكات الراديو المتمرده وهذا روح الشباب التي كانت في الجزائري والذي جعلته يتمرد ويعني وينتج يعني المصطلحات للثورة. هذه الثورة التي كذلك ألهمت الكثير من الشعوب والتي تحررت بعد الجزائر. وبالتالي علينا أن نفتخر بهذا الوطن وبما قدمه كل الجزائريين في عبر التاريخ. وكذلك كتاب لواس الانديبندانس دو لالجيري هذاك يعني المنظمة العسكرية السرية. نعم. اللي كانت من بعد اتفاقية تيفيان اللي بدأت تحرق وتبدأ وتقتل في الجزائر الجزائريين. كنا احنا نديروا هذوك اللي بيلتا المنشورات يعني باش نوريو وكانوا يبعثوا المناشير الفرنسيين. نعم. واليهود يقول لهم يعني يا الحقيبة يا التابوت. نعم. ويمضيوا لتحت جبهة التحرير لا فلان. نعم. لا فاليز والشركاي لا سيني لا فلان. نعم. باش تشوف الترويج اللي كانوا يديروا اللوايس هذيك يعني ثاني كتبت على اللوايس كيفاش كانوا على خاطر احنا كنا نديروا لي بيلتا هذوك. نعم. المنشورات تاعنا كيفاش كانوا يخدموا يعني كانت حرب على كل الاصعده ليست فقط حرب سلاح لكن حرب استعلاماتيه استخباراتيه وحرب ثقافيه. نعم. كذلك وبالتالي فنحن لابد ان تكون نصب اعيننا الجزائر وانا مؤمن بذلك. لا أقولها فقط لأنها لغة خشب أو لكن أنا مؤمنة بأن لا يمكن أن نخرج من أي مأزق إلا إذا أحببنا هذا البلد أكثر مما نحب أنفسنا وأن نلتمس الخير في الشباب. نعم ونلتمس الخير في الشباب. كلمة أخيرة أستاذ. أنا أختمها شعرا أقول لهذا الشاب أنت اللي بيك نوفمبر حلم ورسم لك صورة باهية ما تمحيهاش حب يشوفك عالم فقيه معمم مالكي وإبادة أخي في العراش حب يشوفك مثقف متنور متعلم ما تقبل الذوب لا تقبل تكماش حب يشوفك طبيب تعالج تبلسم وتحيرك المرات تعالج كيفاش حب يشوفك قاضي تعدل كي تحكم القوان نطايع لغيرها ما توطاش حب يشوفك جندي قايم تسيف قايم تحزم سيف جندي لهب ماضي ما يحفاش حب يشوفك رياضي تعرق وتعزم والاخضر يرفرف طالع كي الفلاش. شكرا. الى اخره. شكرا. يعني هو لخص البرنامج في ابيات شعر كل هذه الحصه لخصها في ابيات شعر. بارك الله فيك واختمها بارك الله فيك واقول له في الاخير لهذا الشاب. نعم. وفي الاخير اقول لك يا بني واجعل هذا الوطن الذي كلنا نتحدث عنه أقول له هذه الكلمات الأخيرة سأستحضرها وأن يكون هذا الوطن في الأخير هو آخر شيء تعيش له. نعم. وأقول له وآخر شيء تعيش له قبل أن تدخل بالدارجة الفراش قبل ما تدخل وإذا كل ما نداك الوطن جاوب قول نعم تبقى مخلص ليه أن تدخل الفراش. الله 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 شكرا. كلمة أخيرة كلمة أخيرة. أنا نظرتي تجاه هذا الشباب هي نظرة إيجابية على كل. نعم. حال مثلما كان يتمناه الأستاذ عبد الحكيم يقول على أنه يتمناه طبيب ويتمناه قاضي ويتمناه رجل عدل ويتمناه أستاذ ويتمناه طبيبة وامرأة مربية في البيت وامرأة تقود الطائرة. نعم. هذه موجودة على الأرض الواقع. نعم. ما نتمناه هو واقع يكون فيه أفق جميل وأحسن. شكرا شكرا أستاذ. كلمة أخيرة. هو توجيه مش للشاب لكل جزائري لكل الجزائريين لكل جزائري. نعم. لازم يحب بلاده. ما لما نقول الشاب لخاطر المنظومة التربوية لما يمشي لكن الأسرة. نعم. أسرة كاين الأب كاين الأم. مهم. لازم الروح الوطنية لخاطر هذو كلهم جيل كاين ربع أجيال بعد الاستقلال. نعم. هذو ربع أجيال كلهم يعني ما يفقدوش الأمل من الجزائر. نعم. ما يفقدوش الأمل. شكرا. الأمل الجزائر بخير. شكرا شكرا, شكرا استاذ شكرا لكم اعزائي المشاهدين. الجزائر بخير ودائما تكون بخير. نريدها فقط ان تكون في مصافي الدول المتقدمه ولم لا ولنا كل المقومات وكل الامكانيات لنصبح دوله كبيره في هذا العالم. مع السلامه نلقاكم في الاسبوع القادم.